دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتواصل مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوي لمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث تبدأ الشركة بتكثيف رحلتها الجوية لاستيعاب الحجاج الراغبين في العودة، وبتسير مصر للطيران 19 رحلة جوية لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والإسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والأليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة تبدأ امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموعة الثانوية العامة بمادة اللغة العربية، وبيؤدي الطلاب الامتحان بداية من 9 صباحاً ولمدة 3 ساعات. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءاً من 8:15 صباحاً بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونية. النهاردة والعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 27 من عمر الدوري المصري. هيلتقي طلائع الجيش مع سموحة في تمام الساعة 4 عصراً، وفي 7 مساءً هيلتقي أم بي مع الجونة. والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب جورجيا مع منتخب التشيك في تمام الساعة 4 عصراً، وفي تمام 7 مساءً هيلتقي منتخب تركيا مع منتخب البرتغال، وفي 10 ليلاً هيلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب رومانيا.